بالقاسم زغماتي وزير العدل. هذا رجل أقداره متباينة، عام 2013 أصدر يعني الدعوة الشهيرة، ثم بعد ذلك تم إبعاده، المذكرة الشهيرة، ثم إبعاده، ثم عاد مع الحراك، ثم يصبح اليوم وزيرا للعدل. ماذا يعني هذا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالقاسم زغماتي خلاص يعني ولا تقريبا نار على علم، بما أنه خاصة بشجاعته سنة 2013 وين كانت الآن خلاص أصبحت تسمية معروفة حكم العصابة. ورغم هذا يعني راح مس في ملف من ملفات، واحد من أهم العناصر وأقرب المقربين إلى رأس هذه العصابة، وهو شكيب خليل، وأصدر مذكرة دولية وتبحى بإلحاح. ففي الحقيقة في ذلك الوقت كانت التعيينات والإنهاء المهام كانت في يد من كانت آنذاك سنة 2013، والقضية معروفة. ولكن هذه القصة في الحقيقة تشفع لهذا الرجل بشجاعته وبميله لتطبيق القانون بحذافيره حتى لو كانت النتيجة إنهاء مهامه. هو في ذلك الوقت نظن لا يعلم أنه ممكن في 2019 راح تتغير الأمور، وراح هذه لأنه بعودة شكيب خليل هو كان يعني في فوهة المدفع، في فوهة كان يقال أنه كان يتلقى إملاءات وأنه كان يتلقى ضغوطات وتخرج عليه كل الإشاعات ويوصل إلى حتى إلى إحساس أنه ما بقالوش متر مربع في هذا البلد نظرا للضغوطات اللي كانت آنذاك. ولكن لا أعتقد أنه كان يتصور لما أخذ ذلك القرار بإصدار تلك المذكرة الدولية أنه الجزائر 2019 سيذهب فيها عناصر كل الحكام اللي كانوا آنذاك ضاغطين عليه إلى يعني يتقسموا ما بين الحراش وما بين البليدة، وبأنه سيكون في ظرف أشهر نائب العام ليعود إلى منصبه ثم يرقى إلى وزير عدل. يعني بغض النظر على ممكن الخلاف اللي ممكن يوقع حول دستورية القرار، ولكن أعتقد شخصيا ولو ما عندناش يعني تفاصيل، ما عندناش تفاصيل دقيقة حول لماذا وزير العدل بالذات، لماذا جاء زغماتي في هذا الوقت بالذات، ولكن أعتقد أنه فيه ضرورة ملحة جاءت بهذا القرار، يعني خاصة بعد الحراك وبعد بدء هذه يعني المتابعات القضائية بحق المتهمين في قضايا الفساد، بدأ استعيد اسم زغماتي واستعيد شخص زغماتي وأرجع إلى الواجهة مجددا، وكأنه يراد أن تكون وتيرة حازمة، وجهة عنده مصداقية أمام الرأي العام، ووجه العدالة أن تكون شخصية قانونية قوية يعني لا يؤكل فيها حق الضعيف، وفي نفس الوقت يطبق القانون بحذافيره إذا تعلق الأمر بأي شخصية مهما كان، يعني حتى يكون القانون فوق الجميع. فقط نضيف أنه تعيين زغماتي ما جاش وحده، وهذه أيضا نعتبرها أيضا سابقة ما تمتش من قبل، أنه يتم وزير تعيين وزير العدل والأمين العام للوزارة في نفس الوقت فعلا. والأمين العام هو محمد زغار، هو أيضا من الشخصيات المحترمة جدا، كان نائب عام بالبويرة. احنا ممكن ذكرنا على زغماتي أنه الحادثة ممكن 2013 طغت على المشهد، ولكنه كان نائب عام في العديد من الولايات الكبرى، يعني باتنا ووهران وسطيف وآخرها يعني في الجزائر العاصمة، وبالتالي يبدو لي هذا التكاملية. أنا شخصيا أعتقد أنه زغماتي لن يكون دوره فقط وزير للعدل وواجهة لتطبيق القانون، أعتقد وهذا إحساس وتحليل خاص أنه سيكون له شأن أكبر في قادم الأيام.